بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أحبتي فانك كلافرين هذا الاسم احفظوه جيدا هذا برلماني هولندي سابق كان من أشد الناس عداوة لدين الله يقال له دور في الفيلم المسيء الذي عمل في النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد أن يؤلف كتاب شديد العداء للإسلام والمسلمين فأخذ يبحث في هذا الدين واخذ يتامل في شخصيه سيد المرسلين، وصل الى قناعه ان هذا الشخص الرحيم ان ذلك الشخص العطوف ان هذا النبي بالخلق الكريم لا يمكن ان يكون الا صاحب دين حق، فما كان منه الا ان حول كتابه الى كتاب تعريف بالاسلام. رجل اخر نموذج امريكي مال ماكيني. هذا الرجل كان يعتبر رامبو النموذج القومي الأعلى في داخله يرى أن هذا الرجل خدم أمريكا هو يريد أن يخدم أمريكا لكن بطريقة مختلفة يريد أن يخلصها من المسلمين ومن ذلك الإسلام ولذلك حتى مشاركته في الحربية هو يقول ذهبت إلى الصومال وذهبت إلى العراق كي أقتل المسلمين هم دارت به الأيام رجع إلى أمريكا ثم بعد ذلك قرر أن يفجر المركز الإسلامي الذي بجواره فيقدم خدمة هو يقول ولو كان بعدها ان اسجن مدى عمري لكن على الاقل ان اكون خدمت قومي ووطني ثم قررت في داخلي ان اعطي فرصة اخيرة لذلك المركز بزيارته والتعرف على ما فيه، دخلت الى المركز ثم تفاجأت بحسن مقابلة وحسن معاملة فقلت لهم ما دينكم وماذا يمكن ان اعرف عنه؟ فاذا بهم يعطوني كتاب بدأت أقرأ في الكتاب هذا وإذا بي أشعر أني أتغير والنور في قلبي يدخل ويتسلسل ثمانية أسابيع فقط كانت كفيلة بتغيير هذا الرجل من الكفر إلى الإسلام وإذا به بعد مضي سنوات يصبح هو رئيس المركز الإسلامي الذي كان ينوي تفجيره وهو عمل مقطع نفسه لمدة خمسة دقائق أنصح الكل أن يرجع وأن يتابع ويشاهد هذا المقطع جعل مال رسالته هي نشر السلام ونبذ الكراهية حقيقة يا سادتي للأسف ما عرفنا قيمة الجوهرة التي ربنا أعطانا إياها فلم نحسن عرضها على الناس مشغولين نتكلم على هؤلاء الكفار وهؤلاء سوف يدخلون النار عجبني أحد العلماء عندما قال لا تشغلوا بالكم بهم فلهم مولى يحاسبهم لكن خافوا عندما تقف بين يدي مولاكم عندما يقول لكم قد قصرتم في مهمتكم التي أوجدناكم من أجلها كم أعداد الذين لم يدخلوا الإسلام بسببنا كم مننا أعداد مئات ألوف بل ملايين تسافر للخارج لكن من فكر مننا بدعوتهم من فكر مننا بتعريفهم بدين الله سبحانه وتعالى؟ احيانا ما يحتاج كثره الكلام لان الغرب اصبح يرانا اصحاب كثره كلام من غير اعمال. شاب استرالي ناقم على المسلمين مع كونه مسلم، السبب ان والده وهو على فراش الموت وهم في سفينه يقول اسلم اسلم، يقول الاسلام كان زمان، اذا اردت ان تنظر وتعرف المسلمين انظر الى البار اسفل انظر إلى الكازينو أسفل سوف تجد أكثرهم المسلمين فلذلك أصبح الناقم على المسلمين لأن والده مات على غير الإسلام مقال هزني عندما كتب كاتب وقال لو حصل زلزال في العالم وابتلعت الأرض المسلمين ما الذي سوف يتغير في الأرض ما الذي سوف ينقص في حياتنا عندما أرى هذا المقال وأتأمل في الكتاب يقابله لابي الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ادرك اننا ضيعنا البوصله في ادراك مهمتنا. سيدنا ربع بن عامر اعطى كلمات مهمه لادراك المهمه. قال ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عبد الاسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة في الوقت الذي يتزعزع فيه الإسلام في قلوب بعض المسلمين يهدي الله سبحانه وتعالى خلقا كثيرا ويدلهم على هذا الدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أتمنى أن قصة مار مكيني يعمل منها فيلم صدقوني حتغني عن آلاف من الكتب وأنا عندي يعني قناعة لو حصل وعملنا منها فيلم أنه أعداد كبيرة حتدخل في الإسلام الخلاصة ابغاك تتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى والعاقبه للمتقين. قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم زويت لي الارض مشارقها ومغاربها وان ديني سيبلغ ما زوي لي. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فيا ترى كم واحد اهتدى على ايدينا. في الختام ابغى الكل يكون مطمئن. وربنا بيقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وربنا يجعلنا وياكم مفاتيح للخير مغليق للشر اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين